باسم الجبهة السيادية من أجل لبنان نرحب بكم أحزاب وقادة رأي وأعلاميات وأعلاميين. الكلمة لحزب القوات اللبنانية يلقيها الدكتور جوزيف جبيدي. أهلا وسهلا فيكم وشكرا للجبهة السيادية. الحمد لله على السلامة لرامي. الكلمة بس نأكد فيها على ثلاث أشياء. أول شيء خلينا نقول إنه صفر خوف، يعني شو ما جربوا يعملوا ما رح يخوفونا، ما رح يسكتونا بالأشياء اللي بدنا نقولها على صوت عالي، والأشياء بدنا نقولها بكل صراحة وبكل وضوح للشعب اللبناني. اثنين، بدنا نقول إنه الدولة اللبنانية عليها مسؤولية، مسؤولية هي حماية الحريات الفردية، والشيء اللي صار أكيد مش مقبول، في دور القضاء اللبناني للمؤسسات الأمنية تتدخل. بتصور هالشي بلش يمكن البروسيسوس مشانه وإن شاء الله بكفي مثل ما لازم. ثلاثة، بدنا نقوله كمان إنه بهالوضع اللي نحن عايشين فيه مهم إنه نقدر كلنا نتحرك بحرية محل بكل المناطق. ما في مناطق لازم تكون محرومة على حدا، ما في مناطق مسكرة على حدا، مناطق مفتوحة نحن بحماية بنعتبر المؤسسات الأمنية والقوى الشرعية والقضاء يلي يقوم بواجبه. إذا ما صار هالشي يعني صرنا عم نعيش بشريعة الغاب، كل واحد ساعتها بده يصير عم بيحمي حاله. وأخيرا وليس آخرا، لبنان بلد الحريات الإعلامية. الحريات بلبنان مقدسة، وأهم الحريات الإعلامية. مرق علينا كتير احتلالات وكتير جيوش وكتير أنظمة جربت تكتم أفواه الإعلام وفشلت. ما بعتقد هلأ مين بحاول اليوم يسكر أفواه الإعلاميين رح يفشل. مشان هيك نتضامن عن جديد مع الإعلاميين جميعا وخاصة مع الأستاذ رامي نعيم، تنقول إنه هالشي اللي صار ما لازم يمرق، وإنه الإعلام رح يضل حر، والسيادة والحرية بلبنان هي اللي رح تربح بالآخر. نتشكركم. كلمة حزب حركة التغيير يلقيها بسام خضر آغا. في البدء كانت الكلمة، والكلمة اسمها لبنان، ولبنان يعني الحرية. أن تعتدي على إنسان لأنه يخالفك الرأي، هذه قمة التعدي والقمع على حرية الإنسان. لا يفقهون قيمة الوجود الحر لأنهم عبيد يعيشون في طاعة عمياء لأفكارهم التي تتناقض مع دستورنا وتاريخنا وثقافتنا ومدارسنا وتعاليمنا. بأي شرع وشريعة، بأي كتاب وناموس، بأي قانون وشرعة يسمح إن كان أي إن كان ومهما بلغ من غطرسة وقوة وسلاح أن يعتدي على مواطن له رأيه وموقفه؟ منذ متى ولبنان منارة الحريات يتحول إلى بقعة للظلامية والتعدي على أصحاب الرأي وقادة الموقف والصحفيين؟ وإذا ظنوا أنهم غالبون فهم واهمون. فالغلبة للحق ولا شيء يعلوه، الغلبة للقانون وليس لطفرة السلاح المتفلت. لبنان وطن الحريات وسيبقى. وما من منظمة أو جماعة أو فئة أو ميليشيا مهما استكوت بإمكانها إنهاء حضارة عمرها 6000 عام. هناك من اعتدى علينا في السابق فما وجد إلا التزوير فكنا له بالمرصاد. ميشيل عون وربعه مارسوا القمع علينا، لكننا بقوة الحق وحق القوة الإيمانية انتصرنا عليهم. زوروا المزورون فانكشفوا، وهم اليوم في غياهب النسيان بعمالتهم، وسيذكر التاريخ عهد جهنم، وهذا كاف للاختصاص من أكبر خديعة عرفها لبنان. هنا يا سادة نحن باقون وبإيماننا متمسكون وبحريتنا مقتنعون
وبموقفنا ثابتون. معجب أهلا وسهلا، ومن عجب قدامهم البحر. عشتم وعاش لبنان. كلمة جمعية أعلاميون من أجل الحرية، دكتور أسعد بشارة. شكرا للجبهة السيادية، شكرا لكل الذين حضروا لهذا اللقاء، شكرا لبيت الأحرار الذي هو اسم على مسمى. بالواقع أنا بدي يعني أسرد بعض المعاينات والمشاهدات اللي شفتها بنفسي من اللحظات الأولى لحصل الاعتداء الإجرامي والبسميه الإرهابي أيضا. نحن بجمعية إعلاميون من أجل الحرية، هذه الجمعية تعنى بمسألة أساسية هي الحريات العامة والحريات الإعلامية على وجه التحديد بلبنان والعالم العربي، وبالتالي لا علاقة لها بأي حسابات سياسية، إنما تعتبر من خلال كل المجموعة الإعلامية اللي هي مؤسستها والتي تعمل فيها أنه بمجرد أن تحمي الحريات الإعلامية إنما تؤمن مصلحة لبنانية عامة وتصب في خانة يعني تعزيز معنى وقيمة لبنان القائم على الحرية. بعد نهار طويل من العمل ونحن عم نحضر لحدث معين، بيتصل فيه رامي المسويات الساعة 7 وصوته طبعا واضح، شو القصة شو بيك رامي؟ قال لي تعرضت لكذا كذا كذا، مش قادر يحكي حتى كمان لأنه في ارتباك بعد العنف الوحشي اللي تعرض له. الشاب اللي معه بيقول لي نحن على مستشفى الروم، نروح على مستشفى الروم. راح أقول شغلي وهيدي مفارقة، أنه نحن من اللحظات الأولى بطلنا مهتمين فقط الحالة الصحية لرامي، صرنا مهتمين بسيل الأكاذيب وسيل الدعايات والتشويه لترتيب اغتيال معنوي بعد الاعتداء. كل الليل بمستشفى الروم والطبيب الشرعي والمعاينة وشي واضح، ومنتلقى كلنا سوا اللي نحن نحن ورامي إيد وحدة، لأنه نحن مش بس لشخص رامي، ممكن أي واحد منا له ملاحظات على بعضنا، ولكن هيدا موضوع أصبح مختلف تماما ولا يمكن الاختباء وراءه لأي إن كان. هيدا موضوع مش بس حريات، موضوع سلم أهلي، موضوع الاعتداء على رامي موضوع سلم أهلي. تاني يوم بحب أقول قدام الناس قدام رأي العام ويعني كشفنا هذا الشيء بإذن من القاضي جمال الحجار قبل ما تتسرب الفيلم المجتزأ اللي القصد منه أننا أهنا رامي ولم نعتدي عليه. كان القاضي جمال الحجار مشكورا عم يتصل بالمدعي عن بيروت ويخبره أنه الكاميرا وصفت بدقة كيف تم الاعتداء عليه من مجموعة أشخاص. بالتالي طلعنا وقلنا هذا الشيء علنا، سنكون إلى جانب رامي لأنه نحن إلى جانب أنفسنا إلى جانب قضية الحريات. أنا بهالمناسبة إعلاميون من أجل الحرية اللي هي ينتمي إليها رامي مثل عشرات العشرات من الإعلاميين اللبنانيين والعرب، عم نحث كل الجسم الإعلامي، كل النخب، كل السياسيين، كل المتعاطين بالشأن العام، كل مواطن لبناني على أن يعتبر هذه قضية قضية حياة أو موت، لأنه أن يضرب صحافي وإعلامي بهذا الشكل في بيروت وأن يهان على مرأة من القوى الأمنية، ولحد هلأ بتمنى يكون الآتي يكون أفضل، لم يتم توقيف أي فرد، بتمنى يكون الآتي أفضل ويتم توقيف كل المعتدين، فهذا يعني أن بيروت أصبحت غابة، وهذا يعني أن من أرسلوا هؤلاء ليعتدوا على رامي هن عم يفتعلوا مشروع تقسيمي في البلد. بحب أقول ختاما أنه هذا الاغتيال المعنوي لن يمر، الحقيقة أصبحت واضحة. شكرا لوسائل الإعلام بطلعتها بيته لرامي الام تي في وكل وسائل الإعلام اللي على عم تغطي، شكرا للنقابات التي قامت بدور نأمل أن يتطور أكثر فأكثر، شكرا لكل إعلامي تضامن. أدعو الجميع لأن يظهر الصورة على حقيقتها، هذه ليس رأي محبة أو عدم محبة لرامي، هذا رأي مبدئي يتصل بأمننا كإعلاميين وبحريتنا كإعلاميين.
والرجاء أن يؤخذ هذا الموضوع من هذه الزاوية حصرا. ختاما أنا بذكر أنه عصر الاغتيالات كان يتم بالطريقة التالية: اغتيال ثم بعد ساعات تلفيق أسباب واهية. هذا لن يمر بقضية رامي نعيم. أنا بتأمل هلأ أن يكون هذا اللقاء في هذا البيت اللي هو بيت الأحرار أن يكون مناسب لمتابعة الموضوع. سنبقى إلى جانب رامي، سنبقى إلى جانب أنفسنا بمتابعة الموضوع حتى النهاية. المطلوب ختاما من النيابة العامة التمييزية ومن القوى الأمنية أن تجلب الوجوه الواضحة والوقحة التي نفذت الاعتداء إلى المحاسبة. سوى ذلك منقول على لبنان والدنيا السلام. لن نسلم بحقيقة أن على لبنان والدنيا السلام، سنبقى نناضل، ولكن هذه إذا لم يحصل التوقيف ستبقى وصمة سوداء في جبين كل المعنيين والمسؤولين عن إحقاق الحق وجلب العدالة ومحاسبة المعتدين. وشكرا جزيلا. كلمة الصحافي رامي نعيم. بداية بدي أشكر حزب الوطنيين الأحرار على الاستضافة أنا ببيتي، وهذا شيء منه جديد. بدي أشكر الجبهة السيادية، بدي أشكر كل المتضامنين من وسائل الإعلام موجودة وغير موجودة، من كل شخص هو بحد ذاته أخذ مبادرة وحس أنه الإنسانية انهانت، مش شخص انهان. أنا بالحقيقة سئلت وبرجع بقول إنه هل أنا حسيت بالعار للي صار؟ حسيت بالعار إنه في عنا بلبنان هيك، حسيت بالعار إنه هذا الوطن في ناس ما بتقبل رأي آخر فيه، في ناس بتهددك بكل وقاحة بنص النهار بسلاح وبالخبيط وبالإهانات، وبيرجع عند هيدي الناس مكنة إعلامية كبيرة مش بس بمناطقة، حتى مخروقين نحن ببعض الأشخاص من قبل هيك مكنة إعلامية قادرة تجمل صورة ناس، ما بعرف إذا بتزبط كلمة ناس، هالقد وقحين وهالقد الإنسانية ما بتعنيلهم وهالقد الحريات ما بتعنيلهم وهالقد لبنان ما بيشبههم. الله يطول بعمره أستاذ شارل جبور، إيه ما بيشبهونا صح. هول اللي كانوا عم يعملوا هيك ما بيشبهونا، معه حق شارل، ما بيشبهونا، ما قال شيء غلط. نحن اللي بيشبهونا هن كل الناس اللي بيعبروا عن رأيهم شو ما كان ضدنا أو معنا، بس بيعبروا عن رأيهم بطريقة حضارية. أنا اللي بدي أقوله يلي صار مبارح أول امبارح بالتحديد عملية منظمة. بتشكر الجهات الأمنية اللي قدرت توصلنا الفيديوهات اللي منع حزب الله أنه توصلنا، لأنه كان بده يسوق أو فريق حزب الله لحتى ما نتهمه بالمباشر، نترك القضاء ياخذ مجراه، وإذا تم توقيفهم بيكون هذا شيء إنجاز يعني، وهذا عم يشتغل عليه للأشخاص اللي مبين وجوههم. بين أنه في شيء منظم كثير منظم، في أشخاص دلوا أني موجود بستاربكس، في أشخاص راحوا جابوا أشخاص تانيين، وأنا عم بحكي عن سياق فيديو موجود، في أشخاص أنا عم بحكي على التليفون قربوا تعدوا علي لسكر الخط ولحتى يقدروا ياخذوا مداهم بهالموضوع، وتم الاعتداء علي أكثر بستاربكس اللي فيه بعد فيديوهات مش واصلة، لأنه اللي عم يوصلنا عم نقدر نفرجيه للناس. شخص سحب الفرد على الشاب اللي كان معي رواد، وهذا الشيء كمان واضح بالفيديو، واشخاص تعدوا علي بالضرب وبدهم يقولوا انه ما صار شيء، رامي مسك عيطنا عليه كلمتين وقلنا له فيلم من تحت وانبسطوا انه هن حسسوني بالاهانه. لا، انا لم اشعر بالاهانه لانكم عملتوا هيك. انا اكدت اكثر من صوابيه مواقفي، لانه انا مواقفي بتقول انه اللي مثلكم ما بدنا اياهم بلبنان. نحن بدنا بلبنان ناس بيشبهوا الامام موسى الصدر، ناس بيشبهوا العلامات الكبار اللي مرقوا بلبنان، ناس بيشبهوا صورة الشيعة اللي حررنا نحن وياهم لبنان. مش هيدول الناس. والأغرب عدم صدور أي بيان لا من حركة أمل ولا من حزب الله، مع أنهم ينتمون فعليا مثل ما قالوا حسب البحث اللي عملناه لهذه الأحزاب يعني للحزبين. فالموضوع بطل الموضوع شخصي معي، الموضوع صار أنه بعض الأشخاص اللي انزعجوا، بعض الأقارب، بعض الأصدقاء، بعض الناس اللي بيحبوا مواقف السياسية قالوا لي نحن ناطرين إذا بيطلع أي صحافي معارض لمنطقتنا ليشرب قهوة لحتى نتدخل، وهذا الشيء ما بدنا إياه. أنا قلت لهم نحن أولاد الدولة أولاد المؤسسات، ولكن إذا القضاء لم يتدخل وإذا حسوا الكل أنه بالأخير كل واحد فيه يعمل اللي بده إياه بيفلت البلد، ببطل حدا قادر
يأمن مقومات الدولة الحقيقية. بتمنى انه اللي صار معي يكون عبرة للدولة لتعرف وين عم نروح بأي اتجاه. بدكم لبنان واحد، الفيدرالية مش عجبتكم، التقسيم مش عجبكم، ما انتم عم تفرضوا علينا فرض، انتم اللي عم تقولوا ما تجوا على مناطقنا، خليكم بمناطقكم. طيب تعالوا عملوه، ولا كان زي تعالوا تفضلوا لعنا، ان شاء الله بيرجع لبنان، لبنان اللي بنحبه. والقضية منا قضية، هي قضية الحريات، قضية الإنسانية، وقضية كل إنسان عنده كرامة، وكل إعلامي لازم يكون حسب الإهانة، كل لبناني لازم يكون حسب الإهانة، وكل حدا عنده شرف وكرامة لازم يكون حسب الإهانة أو في مشكلة عن جد. وشكرا لكم. والآن البيان الختامي الصادر عن الجبهة السيادية من أجل لبنان، يتلوه كميل جوزيف شامون. أن تشعر فئة بطفرة قوة معتمدة على تفردها بحمل السلاح، فهذا أمر ولد وسوف يولد مجتمع تكثر فيه التعديات على كل من يخالف تلك الجماعة ولا يماشيها بمشروعها. إن اجتماعنا اليوم في جبهة السيادية من أجل لبنان ليس فقط من أجل الصحافي الصديق رامي نعيم والاعتداء السافر الذي وقع عليه، إنما هو لقاء حرص وحماية لكل الحريات في لبنان، وتحديداً للعمل الصحافي الذي إن عدم في لبنان عدمت معه الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وإذا وصلت الأمور ببيئة الميليشيا أن تسمح لنفسها بالتعدي على صحافي من هناك وأعلامية من هناك، فهذا أمر خطير لا يمكن السكوت عنه ولا الاكتفاء ببيانات استنكار وشجب. ومن الطبيعي أن تتحرك الأجهزة الأمنية والمراجع القضائية المختصة قياماً بواجباتها وحماية للدستور والقوانين. ما من جهة اعتدت على السلطة الرابعة إلا ووقعت في فخ الظلم وارتدت عليها أعمالها وتجاوزاتها ومخالفاتها. على البيئة الممانعة أن تتعلم وتتعود على أن لبنان ليس ملكا لها ولا حكرا عليها، ليفهم هؤلاء أن لبنان وطن تنوع وتعدد، وهذا أقنوم الحياة السياسية والديمقراطية في لبنان، هكذا كان وهكذا سيبقى مهما تمادى هؤلاء في موجاتهم الغوغائية ومهما تفننوا بأساليب القمع والارتكابات. إن الجبهة السيادية من أجل لبنان ترفع قضية الاعتداء على الصحافي نعيم إلى المرجعيات المختصة، وتطالب الدولة بما تبقى منها كي تقوم بأبسط واجباتها تجاه مواطنيها، وأن تكون الرادع بوجه الخارجين عن القانون. من هنا المطالبة فوراً بتصدير مذكرات توقيف بحق المعتدين وإحالتهم أمام قاضي التحقيق، لإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم والادعاء عليهم لمحاكمتهم أمام القضاء المختص. وفي حال تمييع هذه القضية وتهريب الحق، فهذا يعني أننا نتجه لمزيد من الفلتان والفوضى والجريمة. وشكرا. شكرا. والله اشتقنا لنا بس روح بيجي بس خلص الشغل عنا محبوب. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي هنا لبنان، كنا معكم في هذا البث المباشر يعني الحملة التضامنية مع الصحافي رامي نعيم. مثل ما شفنا المواقف وشفنا كلمة كمان رامي في هذا الإطار بعد الحملة عليه إلى جانب توني بولس، يعني استمعنا للكلمات. فعلا هي حملة تضامنية معه لرامي وأيضا مع كل الصحافة اللبنانية، وهناك خوف
خوف اليوم على حرية الرأي، شو بتقول بهالموضوع؟ يعني بكل تأكيد يعني الصحافة والجسم الإعلامي اللبناني كله تعرض لهيدي الحالة ولهالاعتداء، الاعتداء على الصحافة وعلى الحريات العامة، بالتالي السكوت عنه هو تواطؤ وترك مجال لحتى يصير في اعتداءات أخرى. اللي عم نطالب فيه انه يكون في محاسبه لهؤلاء، ما بقى في اي مبرر تم حتى يتلاحقوا، لانه كلهم وجوههم معروفه، اسمائهم معروفه، انتمائهم معروف ومعروف كل شيء، وهن هؤلاء اشخاص سهل ينجابوا لانه هن متواجدين دائما بهذا المكان. من هذا المنطلق السلطات اللبنانيه مطلوبه، مطلوب حتى ما يتكرر هالموضوع، وحتى ما يصير في رده فعل اخرى لصحافي اخر من فريق اخر جاي يقعد بمنطقه ثانيه يعتبرها الاخرين انه انت جاي تعمل هون، يتم الاعتداء عليه وتصير الامور مسموحه بهالشكل. وبالتالي من هذا المنطلق علينا انه نحط حد فورا لهذا النوع من الانتهاكات والتعدي على الحريات الاعلاميه وعلى اي صحافي واعلامي. شكرا لك على هيدي المداخله، خلينا نكفي بعد استاذ الي، خلينا كمان ناخد من إلي محفوظ بهيدا الأسنى. سمعنا الكلمات والحملة التضامنية اليوم، المسؤولية اليوم عند القضاء اللبناني والقوى الأمنية، شو بتقول في هذا الإطار؟ هلأ عم تسأليني وخايف عليك، خايف على الشاب اللي معك، خايف على كل إعلامية وإعلامي بلبنان، أنه اللي عم يعملوه هو اختصاص من كل هذا الجسم الإعلامي، وبيعتقدوا هن انه بيربوا الناس باللي عملوه برامي. الله ستره، يعني لقمان سليم امبارح، سمير قصير، قافله من الشهداء اصحاب الكلمه الحره. ما فيك تقولي لبنان من دون ما تقولي صحافه حره، ما فيك تقولي جمهوريه لبنانيه من دون ما تقولي مؤسسات اعلاميه عريقه. اذا وصلت الامور لهون لا، في شيء كثير خطير. مثل ما قالوا الشباب ومثل ما قال البيان الجبهه، الموضوع مش متعلق بشخص رامي، متعلق بكل واحد منا. يعني شو منطقتي ومنطقتك؟ شو يعني روح على منطقتك وما بتفوت على منطقتنا؟ مين وزع هيدا التقسيم الجغرافي؟ بعتقد انا معبر المتحف خلص بالتسعين، بعتقد انه الطائف وضع حد للحرب في لبنان، الا اذا الشباب عندهم نغمه يردونا فيها. بدي اذكرهم العدو هو اسرائيل، العدو منه رامي نعيم ولا هنا لبنان ولا الام تي في ولا صحيفه النهار ولا اي مؤسسه، حتى ولا المنار ولا اي ولا الميادين ولا اي مؤسسه اعلاميه بلبنان. هيدا الوطن انوجد وراح يضل لكل الاصوات الحره في لبنان، بتعبري مثل ما بدك ساعه ما بدك بالشكل اللي انت بتلاقيه مناسب، وفي قانون اذا مش عاجبك في محكمه مطبوعات وفي نيابات عامه فيك تلجا له. اما انك تعتدي بشكل سافر ومجرم ووقح على مواطن قاعد بمقهى فهيدا امر خطير جدا. شكرا لك على هذه المداخله. رامي اسمح لي بسؤال، حكى الاستاذ اسعد بشاره عن الاغتيال المعنوي، ومن بعد حتى ما حضرتك طلعت وقلت انه اليوم تم الاعتداء عليك، ضل في حمله على وسائل التواصل الاجتماعي بتطالك وبتطال يمكن صحه الفيديو او حتى وجود الاسلحه، شو تعليقك اليوم على هذا؟ تعليقي انه نحن نتعاطى مع ناس يعانون، يعني بدنا نعالجهم، في جهل، في مشكلة نفسية، في جهل، في ثقافة مختلفة، شو بدك تقولي؟ بالبداية كنت أنا كذاب وما تعدوا لي، لما نزلنا الفيديوهات إنه مزبوط صار صحتين على قلبه عم بيهين رموزنا. الفكرة إنه أنت ما فيك تقنعي هيك نوع ناس، ما في قدرة الإقناع، في بس إنك تقولي لهم إنه أنتوا يا هالناس بكون تتعاطوا بالموضوع بطريقة تتقبلوا الآخرين يتعاطوه معكم، إن أنا هذا اللي ركزت عليه اليوم، عيب. عيب انه نكون نحن وصلنا لمحل شريعه غرب، عيب ممنوع نروح لعندكم وما تجوا لعنا، عيب تعملوا شرقيه غربيه من جديد وتقولوا بدكم لبنان الواحد. ما انتم ما شفت انا ولا مره اجى لعنا، شفت شو عم نقول لعنا، عم نطقنا حدا يخالف الراي مواقفنا السياسيه وتم الاعتداء عليه، لانه اذا صارت نوقف ضد اللي اعتدى عليه، لانه نحن بالنسبه لنا كرامه الانسان اهم بكثير، نحن بدنا يكون عندنا موقف مغاير لموقفنا، والا ما بينتظم العمل كله، العمل اذا كلنا راي واحد نتحول لكوريا الجنوبيه، لكوريا الشماليه سوري، اذا كلنا راي واحد نتحول لا 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 لبلد مش لبنان مش لنا. فالتنوع بالراي، سقف عالي سقف واطي، هذا شيء بضل ضمن الراي، الراي ما حدا له حق ياخذ مواقف هيك يكون فيها هالقد حقد، يكون فيها هالقد ناس مستعده انها تقتل كرمال انه شخص مخالفها بالراي. لا، خلوا البوصله على اسرائيل، خلوا البوصله على تحرير القدس، كنت صرت شهيد على طريق فيرنان، خلينا نكون شهداء على طريق القدس، خلينا يعملوا الشغل الصح. نحن بدنا انتظام العمل وانتظام العمل السياسي والاعلامي والشان العام بالبلد ينتظم، لما يكون في خطوط حمر، لما القضاء بياخذ مجراه وبيقول القضاء انه لا هذا شيء بيضرب السلم الاهلي، صح بيضرب السلم الاهلي، مش رامي نعيم، اي صحافي بالعالم
أي إنسان ما بدي أي إنسان صار يقول أول شيء مش دافع الفاتورة وتحك أنا بستاربكس مهضومين وزوج عشيقته كعمش أخبار مهضومة. بس لما نزلت الفيديو زي اللي بتكذب كل شيء قالوه هن وتانكس إنه دون حصلنا عيون ولكن بعدنا لهلا أنا عم شكك بأنه أنا أكلت أكل. فلما نزلنا الفيديوز تحولوا من انه بدل ما يقولوا صح وعيب يصير هذا الشيء لا بقيوا مصرين لازم يصير هذا الشيء. هذا بدل على شو؟ هذا بدل على انه هن يبحثون عن حجه لتبرير ما قاموا به مش عن جد يدينون الشيء الخطا. واذا كان الخطا هو اني انا عم كذب يجب ادانتي واذا كان الخطا انه هن ارتكبوا هالجريمه يجب ادانتهم فهيدي مشكله ثقافه. بتمنى ما بدي طول على حزب الله وعلى حركه امل يصدروا بيانات يطالبوا القوى الأمنية والقضاء أن يأخذ الإجراءات اللازمة ويوقف اللي اعتدوا لأنه هذا بيضرب صورة الثنائي أولا وبيخلينا كلنا نقول أنه سلاح حزب الله بالداخل وسلطته وهيبته يستعمل من جديد كل مرة تحت حجة وكل مرة تحت صورة وكل مرة بطريقة. شكرا لك. شكرا لك على هيدي المداخلة. إذن يعني هيدي هي الأجواء تبقى يعني كل هذه الكلمات والمطالبة أيضا بأن ينال المعتدين جزاء. هيدي هي الأجواء من هنا. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. كانت معكم غيداء إشبيلي وعلي شقير.